الدثرة هذه كذي أكيد وراها شيء. هذه يعني طالع من الإطار. سبحان الله. وطالعهم هني حوسة رامات وحديد وستلايت. صج زاوية الفنان غير طاولة. هذا يشبه لك بوجهات النظر. انت تشوف غيرك غلطان 100%. شغلة عفيسة. بس والله لو تنطره طالع الحديد، طالع اللمبات والوايرات. بس لو تنطر عليهم يعلمك صاحبك، يقول لك طالع هذه الدثرة مالتي، هذه الحوسة. انطر، الصبر زين.